يوم استقلال لبنان البلاد مقبلة على تغييرات جذرية. بعد تظاهرات مطلبية الأمريكيون يكشفون أوراقهم، ومكافحة الفساد تنتظر تأليف حكومة وتنظيما لمجموعات المعارضة في الشارع. لبنان محور المشهدية، خاص مع الوزير اللبناني السابق دكتور جورج قرم. مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة المشهدية خاصة التي نخصصها للبنان في يوم الاستقلال، يوم يصادف عيد الاستقلال اللبناني. مساء الخير دكتور قرم، أهلا بك معنا. اليوم سنتحدث معك بالسياسة، ولكن الأهم بالاقتصاد والمال، لأنه أظن أن هذا ما يهم المشاهد اللبناني، بس أيضا المشاهد العربي يجب أن يفهم ما الذي يحدث في هذا البلد، خصوصا أن كل المؤشرات تقول بأن الانهيار حصل على المستوى الاقتصادي والمالي، إنما ربما قد نعطي يعني أملا صغيرا خاصة للبنانيين. بس قبل ما نبدأ معك بالمحاور، أريد أن أسألك بشكل عام عن ما نشهده من أكثر من شهر لليوم في الشارع في لبنان. على مستوى الرؤية العامة لما يحدث، هل تعتقد فعلا كما يقول البعض أننا فعلا الآن في لبنان هناك انتهاء لمرحلة سابقة؟ يعني في مرحلة تدفن حاليا هي مرحلة اتفاق الطائف، وقد يذهب لبنان إلى مؤتمر تأسيسي جديد، إلى ما يحلم به جزء من الشارع، هي دولة مدنية، ربما كسر لهذه التحالفات الطائفية والمحاصصة الطائفية التي سادت في السنوات الماضية؟ إيه، أنا ما عندي شك، ما كان في أبشع من المحاصصات الطائفية يعني. فاليوم إذا عند فيها التحرك الشعبي الواسع والكبير عم بيطالب بدولة مدنية، أنا أعتقد أنه هذا خلاص للبنان من الأمراض الطائفية اللي سمحت بنهب البلد مرة واثنين وثلاثة وعشرة. النهب البلد بهالمحاصصات الطائفية. ولابد من أن أذكر هنا ما كان يقوله الرئيس الحص الله يطول بعمره بنظام المحاصصة الطائفية بالبلد. يعني أنت ترى أن حكما لبنان قادم على مرحلة جديدة سياسيا واقتصاديا أو لا؟ أنا أتمنى ذلك. تتمنى؟ أنا أتمنى العبور إلى الدولة المدنية، حيث لا فرق بين اللبنانيين بالنسبة إلى انتمائهم الديني والطائفي اللي ما بيخص الحياة العامة، المفروض يطلع من الحياة العامة. بمراقبتك لما يحدث في الشارع لأجواء الشباب، لأنه في تركيز على فئة الشباب، تعتقد أنه هؤلاء خرجوا من عباءة الطائفية، من عباءة أديانهم أو لا؟ في بعد يجب أن يكون هناك كثير من، لا ما فينا نقول أنه 100% من اللبنانيين خرجوا، بس بتصور أنه في مجموعة بشرية مهمة بالشوارع وبالمدن، مش بس ببيروت، وهيدي كمان الشيء الجميل أنه طرابلس، البقاع، الجنوب، ما في منطقة ما فيها هالغليان المدني إذا بدي. وما بقى فيك تفرقي وقت ما بتشوفي بالجماهير، وقت ما الناس بيحكوا، نعم، فيك تفرقي من شيعي من سني من درزي، كثير صعبة. نعم، حلو. طيب سنبدأ الآن أكثر لندخل في التفاصيل، وأنا حابة أبلش معك بالعنوان السياسي الأبرز الآن، هو ما قاله جيفري فيلتمان، يعني الموقف الأمريكي بشكل عام. لذلك مشاهدينا، المشهد الأول مع دكتور قرم سيكون أمريكا في لبنان. دكتور قرم، أقلقك كلام جيفري فيلتمان؟ لا، ما استغربت كلام جيفري. لا مش استغراب، قلق، يعني أقلقك. هل شعرت بالقلق من عندما استمعت إلى هذا الكلام أو لا؟ بس أو لا؟ يعني ما في شيء جديد، يعني هي السياسة الأمريكية اللي خلقت تقريبا 8 و14 أذار. وهلا نحن ما بدنا ننسي نحن جزء من المجتمع العربي الأوسع، اللي أيضا يعني مقسوم بالنسبة للأهواء السياسية. في عرب معجبين بأمريكا لأقصى الدرجات وبيطيعوها بدون أي حرج ولا أي تساؤل أو سؤال، وفي عرب ممانعة إذا بدنا نستعمل كلمة معروفة، يعني وعرب اللي بيقاوموا.
الاستعمار الأمريكي بالمنطقة. نعم. طب اليوم في بالشارع هل ترى مؤشرات إلى ما قاله جيفري فلتمان؟ يعني في بحركة الشارع اللبناني، مش بس حركة تظاهرات، حركة قطع الطرقات، في بذور، في إشارات إلى ما قاله جيفري فلتمان في كلامه؟ أنا ما كتير، لأنه شوفي بنظرية المؤامرة اللي كمان طلعت بالانتفاضات العربية اللي عمت الدول العربية بال 2011، طلعت كمان انه هي مؤامرة أمريكية، يعني مهما كانت قوة أمريكا يعني ما فيها تحرك جماهير حركتهم من موريتانيا لعمان، ما فيها تعمل هالشيء، مستحيل. يمكن موضوع المؤامرة دكتور أورم تركز أكثر في سوريا. بسوريا، موضوع سوريا، موضوع ليبيا، هذا الموضوع، المؤامره واستغلال التحركات الشعبيه الحقيقيه التي تنادي بالحريه. ما في اي شك انه هي مؤامره، ومؤامره بشعه، الحمد لله فشلت المؤامره، لانه صار في ايضا تجميع قوى، لانه صار في ما ضلت لوحدها سوريا الحمد لله. نعم. صار في روسيا اجت، صار في ايران اجت، حزب الله ساعد حتى يدافع حتى عن الامن اللبناني الداخلي. فلا، سوريا بشيء اخر تماما، ما فينا. طب دكتور، لناخذ الموضوع من وجهه نظر اخرى، عندما يقول جيفري فلتمان انه على اللبنانيين ان يختاروا الاقتصاد وراحتهم الاقتصاديه والماليه، او ان يبقوا في فلك المقاومه وحزب الله، يعني هو يريد ان يجرد حزب الله من وجوده السياسي مقابل ان تكون امريكا ماليا، تعطي الراحه الماليه والاقتصاديه لهذا البلد. لا، امريكا ما راح تعطي شيء. هيدا مش مقلق بالنسبه لك انت كاقتصادي؟ الامريكان بيسعوا، يعني وين ما كان عم بيجربوا يحطوا فوضى، وهن جايبين الفوضى الخلاقه، يعني مفهوم الفوضى الخلاقه. انا ما بتعجب من هالكلام الامريكي، ما كان في شيء جديد، هو كان موجود هون جيفري فلتمان وكان عم بيقود الصدام مع صار 8 و14 اذار، فانا ما بستغرب ابدا هالكلام، يعني ما في شيء جديد. والسياسه الامريكيه صار بشكل واضح، يعني لا لبس فيه، صار معاداة حزب الله هو أهم شيء، بكفي أنه بتحفونا كل اليوم بينما هن إرهابيين أنه حزب الله حزب إرهابي. طب ألا ترى اليوم باستغلال الشارع لمثلا مسألة قطع الطرقات، تغيير بعض شعارات التظاهرات، حتى بمسألة تشكيل الحكومة، ألا تعتقد أنه أصبح هذا الحراك أو هذه التظاهرات فيها مواجهة مع حزب الله، يعني فيها استغلال لمواجهة حزب الله؟ أكيد، يعني وفلتمان وقت ما كان هون جرب من كذا سنة، بس الحمد لله الشعب اللبناني ما وقع بالفخ بالنهاية، يعني قديش كنا بحالة توتر بين شارعين 8 و14 أذار، الحمد لله يعني بحكمة حزب الله أيضا تجنبنا. كنت عم تقولي أنه في جملة لفتت نظرك في كلام فلتمان. نعم. شو هي هذه الجملة؟ فلتمان مؤخرا بالكونغرس الأمريكي كان عم يعمل إفادة، إجا قال لبنان هو حيز إجمالي استراتيجي للتنافس. للتنافس يعني بين أمريكا وبين الدول اللي غير، هذا تعريفه للبنان، يعني هكذا ترانا الإدارة الأمريكية، هكذا. لا، بس أنا برى لبنان. أنا أرى لبنان هيك، تاريخ لبنان هيك، حتى لبنان نشأ من وراء الصدام الإمبريالية البريطانية والإمبريالية الفرنسية بالقرن 19. نعم. لأنه بتاريخ لبنان بين الموارنة والدروز قبل أن يأتوا هالقوتين كانوا عايشين، ما في التاريخ ما بيسجل اي دم بين الموارنه وبين الدروز. نعم. هيدا كله. وليش انا بقول دائما لبنان دوله حاجز؟ نعم. تم انشاؤه كدوله حاجز، وامتى نرتاح لبنان؟ بالقرن 19، وقت ما صار استعمار جماعي، يعني
خمس دول الأوروبية الاستعمارية الكبرى قعدت مع بعضها وعملت نظام المتصرفية. تماما ارتحنا ارتحنا تماما. يعني هون دكتور قرم، هل يجوز قراءة ما يحدث الآن في الشارع اللبناني بمعزل عن صراع القوى الإقليمية والقوى الكبرى؟ أنا هيدا برجعه لتاريخ لبنان، للعميات بالقرن العشرين اللي كانت حركة عظيمة، بعدين طبعا تدخل القوى الخارجية حولته إلى صدام. بس ما هون تدخل القوى الخارجية الآن فيما يحدث في الوقت الراهن، هل سيؤدي إلى نفس الصدام برأيك؟ لبنان دايما معروف كان عش جواسيس. لسوء الحظ اللبنانيين ذاتهم بكل تلاوينهم ما عرفوا يبنوا دولة سيادة، والبرهان على ذلك كيف بيسمحوا للسفراء الأجانب أنه يطلعوا تصريحات يبين وشمال، والخارجية اللبنانية ما عم بتسكتوا. لأنه في بعض اللبنانيين من الزعامات التقليدية والطائفية اللي بتعمل تجارة بهالقصة، بتبيع لبنان للخارج. وهنا أعود وأرد هذه المسألة إلى ما يحدث اليوم. في أطراف لبنانيين تريد أن تحقق هذا المشروع الذي تحدث عنه جيفري فيلتمان، تساعد يعني الأمريكيين على تحقيق هذا المشروع عبر استخدام الشارع. دكتور قرم، هلا شو، لا أنا بنظري يعني شكل المؤامرة أخذ الطابع الاقتصادي، يعني خنق اللبنانيين باختفاء مدخراتهم. يعني ما في إذلال أكثر من كيف المعاملة إذا اللبناني. شو يعني اختفاء مدخراتهم؟ مدخراتهم موجودة في البنوك، وينه؟ اختفت؟ وليش ليش ما في، كيف ما في بهالبلد العريق بالليبرالية الاقتصادية وبحرية التعامل مع نقده؟ بأسوأ أيام حربنا الأهلية بين 75-90 مصارف ما سكرت، المصارف ما اجت قالت لا ممنوع تسحب اكثر من 500 دولار او من مليون ليره. يعني في ازمه حقيقيه في لا ما في ازمه حقيقيه، مختلقه. كيف فسر لنا دكتور كيف اختلقت هذه الازمه برايك؟ لا شوفي، في الامريكان هم الذين اختلقوا هذه الازمه، في سياسات المصرف المركزي، وانا يعني كتبتها كتبت كثير عنها طبعا، كانت سياسات خاطئه. سياسه اللي نتجت من اتفاق الطائف كانت سياسه المحاصصه، السياسه النقديه غلط. يعني الجنون انه الواحد يخلي عملتين بالاقتصاد اللبناني، انه تقدري تعملي مقاصة بالشيكات بالدولار. يعني انا وقت ما كنت وزير، تعينت وزير بهالفترة، اول مذكرة اصدرتها انه ممنوع الدفع بالدولار الامريكي، الدولار الامريكي منه عملة وطنية، او ساعتها نعتمد الدولار ونشيل الليرة. وفي انظمة هيك، بس نحن عملنا نظام مشوه، نظام نقدي سمح لا كثير من اللبنانيين الاغتناء. واحد كان شو اللعبة كانت سهلة كثير، واحد بيتدين دولارات بستة سبعة بالمية، بيحطهم سندات خزينة اللي كانت فوايدهم مجنونة وصلت لخمسة وثلاثين وتسعة وثلاثين بالمية. هذه السياسة أنا سميتها انتحارية كانت، وهيك انها بالبلد. وآخر فترة كمان اللي شفناه، بينما الحالة الاقتصادية كانت رايحة نحو الانكماش، بنشوف الحكومة كانت تعمل سياسة تقشف. نعم، إذا بدها زيادة إيرادات ما فيها تعمل سياسة تقشف. نعم. طب هذه السياسة استمرت لوقت طويل ولم نشعر يوما ربما بهذه الأزمة، كان دائما هناك يكون تطمينات بأن الليرة بخير وفي سيولة بالبلد. لا كان في خبراء لبنانيين عديدين، بس من أنا أتحدث عن المستوى الرسمي دكتور قرم. يعني عندما يخرج حاكم مصرف لبنان يقول أنه الليرة بخير، عندما يكون في تطمينات على المستوى الحكومي. بس عفوا، لماذا اليوم ظهرت هذه الأزمة بشكل واضح؟ طبعا هون المؤامرة. ما هيدا اللي بدي اسألك. طب هي المؤامرة. شو هي المؤامرة؟ اوكي فسر لنا اياها، هيدي لازم يفهموها، يعني نفهمها هون اكثر. هون المؤامرة حتى اللبنانيين انه دخيلكم
طلعونا من الورطة، طلعونا من الورطة بنجيب صندوق النقد الدولي ومعروف برامج صندوق النقد الدولي. شو المؤامرة مين عملها دكتور؟ مؤامرة داخلية أم في شوفي في ضغط خارجي في مثل ما يقال إنه في ضغط أمريكي على المصرف على المصرف على حاكم مصرف لبنان لكي ينفذ هذه السياسة من زمان سياسة الضغط على حزب الله؟ من زمان بالفترة الرئيس الحريري الأب كان شاعر إنه في مؤامرة إنه يوقعوا لبنان بأزمة مديونية خانقة. هيدا من التسعينات يعني. بالتسعينات هيدا أكيد واضح وضوح الشمس. ليش كانوا بيستدينوا بهالشكل بحكومة الرئيس حس اللي أنا كان لي شرف كن وزير مالية بوقت حرج للغاية سياسيا وعسكريا كان وقت التحرير ما طلب فرنك من حدا بل وطيت فوائد. فشو هالحكي إنه بدنا مصاري صرنا أنا كنت بقرأ في حياتي لهلا بقرأ في حياتي إشحاد اللي عم نعملها بالخارج طبعا طول الوقت نشحد من الخارج بلد عنده كل الإمكانيات الإنتاجية والزراعية والخدماتية بس يمكن أن أسترجع تجربتك في وزارة المالية شو يعني لم تطلب يعني لم تكن بحاجة إلى مال لا. لا. طب ليش أنت لم تطلب وغيرك يطلب يعني لأنه هون أنا بنظري في مؤامرة قديمة كتير أنه يوقع لبنان بمديونية خانقة حتى بعدين يصير يستسلم للدوائر الغربية تماما هذا اللي وصلنا له اليوم صحيح؟ يعني الآن نحن يعني كلبنان إذا أردنا نتحدث عن هذا البلد واقع تحت السطوة السياسية والمالية الأمريكية السطوة السياسية الأمريكية بقوة المال بقوة الاقتصاد صحيح؟ مظبوط بعدين بس انا بقول لك في امكانيه ان تكون ودائع المصارف اتبخرت ايضا لانه كل هالهندسات الماليه اللي انعملت على مدى سنين انا بنظري خلت المصارف تهرب رساميلها لبرا من زمان ف مش باقي رساميل كفايه كتبنا وحسبنا البنك الاحتياطات الدوله البلد من النقد الأجنبي صارت سلبية منذ سنة 2001 سلبية الاحتياطات أكثر من 20 سنة يعني 20 سنة تقريبا 18 سنة 18 سلبية وكتبنا ذلك وفي خبراء غيري كمان كتبوا ذلك يعني بس بقيت التصنيفات مرتفعة على مستوى لأنه الحاكم صار عنده هالة بالعالم هالة يعني. عالمية مثل كل حكام المصارف المركزية اليوم عندك ديكتاتوريات حكام المصارف المركزية بالعالم يعني هيدي ظاهرة عالمية بالماضي كان في حاكم الفيدرال ريزيرف الأمريكي يعني البنك المركزي الأمريكي بول فولكر سبب انهيار كل صناديق التوفير الأمريكية فخسرت وقتها الدولة الأمريكية 600 مليار دولار وقتها هللوا له دي موضة اليوم أي حاكم بنك مركزي بالعالم حدا بيعمل انتقاد بعدين غيروا أنظمة المصارف المركزية أنه المصارف المركزية منفصلة تماما ما فيها تخضع لتوجيهات الحكومة مع أنه بلبنان قانون النقد والتسليف ما تغير البنك المركزي تحت وصاية وزارة المالية في مفوضية حكومة لدى وزارة المالية بطلت تكتب تقارير من سنين تماما يعني يتصرف بمعزل عن قرارات الحكومية أو الارتباط شو رأيك بوزير المال مركزي بنك مركزي بيتملك شركة طيران وين صارت بالعالم كله وين صارت طب دكتور بس كان في شراء سكوت الصحافة اللبنانية أوكي يعني هي المسألة كلها تسويق وعلاقات عامة وإعلام لتراكم هذا النجاح ربما المالي مع الوقت بس أريد أن أعود إلى المسألة الأمريكية بشكل خاص كل هذه الهندسة المالية التي شهدناها من التسعينات لليوم بس الولايات المتحدة الأمريكية
كانت تريد فيها إخضاع القرار السياسي اللبناني كما أنت تقول، بس فقط يعني يلام الأمريكي على هذا الأمر؟ فقط يلام الأمريكي؟ الأمريكي كان عنده أدوات تنفيذ هون واضح، وما زالت هذه الأدوات على حالها. أنا أحيان كثير كنت بسمي لبنان الجمهورية المالية والعقارية اللبنانية، هي كانت هيك. طب الآن الضغط الأمريكي يتركز على القطاع المصرفي لا ما عنده ضغط على القطاع المصرفي. لا ما على ما أنت عم تقول في مؤامرة، يعني هناك ضغط على. لا المؤامرة ضد المواطن. إيه. بس مؤامرة ضد المواطن، بس من قام بهذه المؤامرة؟ المصارف وفي البنك المركزي. طيب هذه المؤامرة من تستهدف؟ المواطن أم تستهدف قوى سياسية في لبنان هي حزب الله؟ خليني أستدرك، بعض الأحيان نحن بنقول مؤامرة بس بيكون في قلة الذكاء بتعطيكي نفس المفعول تبعت المؤامرة. كيف يعني؟ إذا الواحد ما فهمان كوعه من بوعه وبيتصرف بطريقة. طب أنت برأيك بحالة حاكم مصرف لبنان في ذكاء وتنفيذ لمؤامرة أم قلة ذكاء؟ شو كيف بتقيم انا ما هذا ما لا ما هذا الاداء ما انت قصدك عنه؟ ما بس اذا بدك من كم يوم كان موجود ببيروت الاستاذ نسيم طالب، صحيح. هو كثير معروف، كتب عن البجعه السوداء، كتاب اشتهر بالعالم كله، صحيح. ويعني شو كان عنده كلام على حاكم مصرف لبنان اللي سماه رمسيس، وعلى التلفزيون كان كله حكي منقول. ايه صحيح. شو يعني ما فهمت عليك؟ لا برجع بقول لك لا اليوم خلقوا حاله عالميه. ما بدنا نفهم شو عم بيصير، يعني نريد ان نفهم فعلا السياسه الماليه بلبنان بادارتها. ما صار في سياسه ماليه، عم برجع بقول هو او عن ذكاء أو عن قلة فهم، عدم فهم، صار فيه الوضع إنه المصارف بتقلك أنا ما فيني أعطيكي مصرياتك. طيب دكتور أرم، الوضع اليوم عدة حقوق الإنسان حتى يعني. ماشي، الوضع اليوم المالي بهذا الضغط الذي يمارس ب يعني سعر صرف الليرة الموجود في يعني عند الصرافين ويختلف تماما عما يحدده مصرف لبنان في المصارف، كل هذا الجو والهلع اللي عم بيصير في البنوك هو يستهدف لبنان أم يستهدف فئة في لبنان، جهة سياسية معينة هي حزب الله؟ لا، لأن أولا حزب الله ما عمره ما اعتمد على المصارف، وسماحة السيد قال كمان بآخر مداخلات صحيح ما عندنا مصاري بالبنوك، ما في منه داخل وقت ما بيقولوا البنك الفلاني تابع لحزب الله مش طب هيدا الواقع، بس هل هم يعني يدركون هذا الواقع؟ يعني الضغط على الواقع المالي في لبنان يدركون انه لا يتاثر به حزب الله كما انت تقول؟ مفروض يعرفوا، بس هن ما بعرف، لانه كل ما بيحكوا بيتصوروا انه حزب الله عنده حسابات مصرفيه وانه كل المؤسسات التابعه لحزب الله منها الاجتماعيه ومن المستشفيات يعني على المستوى المالي حزب الله لا يتاثر، بس على المستوى السياسي دكتور أرم الضغط الذي يمارس على اللبنانيين في الموضوع الاقتصادي والمالي ورده الى حزب الله وحتى يعني البيئه الشيعيه، يعني هذا الضغط النفسي على الناس، هل يقلب الشارع على حزب الله؟ ما بتصور، لانه شوف يعني يلام حزب الله على هذه على ما يحدث من وضع وقت ما بسمع اقتصاد. هالكلام بوقفه بسرعه، لانه انا بقول مين حرر لبنان من 22 سنه احتلال اسرائيلي؟ مين خلى اسرائيل ما بقى تسترجي بس الجيل الجديد لبنان. دكتور أرم لما بتجي بتقله عندما تقول للجيل الجديد الجيل الجديد الفساد في لبنان سببه
حزب الله لأنه لا يسمح بقيام دولة سيادة والسلاح ليس في يد الدولة اللبنانية. مش كل الناس بيقولوا هالكلام، بس ما هذا هذه أصلا نسمعها أيضا في هذا هذه التظاهرات. أنا عم علم بجامعتين كبار بلبنان، مش مزبوط إنه هذا الحكي طول الوقت، مش مزبوط. يعني ما لازم يعني برأيك أنت توافق عندما يقول السيد نصر الله أن استهداف القطاع المالي في لبنان وكل هذا الضغط الذي يمارس لا يؤثر على حزب الله لا سياسيا ولا شعبيا ولا ماليا؟ أي حدا على بينة من موضوع تمويل حزب الله بيعرف أنه طب إذا كان هذا هو هدف جيفري فيلتمان كما قال، هدف الأمريكيين أن يضغطوا سياسيا واقتصاديا على لبنان لكي عفوا ما بتتذكري بالماضي جيفري فيلتمان أنفق 500 مليون دولار ليشوه صورة حزب الله ولتغيير بيئة حزب الله الشيعية يعني، وما زالوا ينفقون ذلك يعني بقراءة له أيضا في الكونغرس في آذار الماضي قال ذلك، يعني كان في 600 مليون دولار نسبة وقال هو اعترف أنه ما أعطى أي نتيجة، بس ما زالوا يحاولون يعني. اليوم دكتور إرم يعني أيضا في موضوع حزب الله، إذا يعني حزب الله لا يتأثر ماليا ولا يتأثر سياسيا ولا يتأثر شعبيا، إذا من يتأثر حاليا بكل هذه المؤامرة؟ المواطن اللبناني. طب المواطن العادي اليوم مضطر كل يوم مثل العبد يروح يترجى البنك انه البنك يعطيه 500 دولار او يعطيه 1000 دولار. طب دكتور إرم انت يعني قلت شيء مقلق جدا الان انه الودائع تبخرت، هل هذا امر يعني الناس اليوم بلبنان لن يستطيعوا ان يستردوا اموالهم من المصارف؟ ربما تبخرت، بسال وين صاروا، ربما تبخرت، بس الشيء اللي بعرفه انه كان معظم الودائع المصرفية كانت صارت بمصرف لبنان، لأنه مصرف لبنان كان عنده شهادات الإيداع اللي كان بيعطي عائد عظيم للمصارف. طب هذه الأزمة المالية بدها قرار أمريكي لحلها أو لا هذا القرار مالي وقرار ربما لا يعني صعب أن يتخذ لأنه الشروط أو الظروف الموضوعية لم تعد موجودة، يعني كما قلت لم يعد هناك في أموال. لا بشوفي أكيد يعني صار في تحضير من كم شهر لكل هالحالة اللي نحن فيها، بجوز المصارف هربت هي أموالها للخارج وهي ترفض أن تأتي بالأموال، يعني كما سرب في الصحافة أنه طلب حاكم المصرف أن يكون في دخل الدولار في السوق ورفضوا أن يرجعوا هذه الأموال إلى الخزينة. معقولة هلأ في المشكلة أنه في ناس كتير صاروا يخزنوا دولارات ببيوتهم. دكتور إرم في صعوبة لكم كخبراء اقتصاد أن تستشرفوا هذه الأزمة إلى أين ذاهبة؟ في صعوبة اليوم؟ يعني في صعوبة أنه أن تفهم فعليا كيف سيتصرف حاكم المصرف، كيف ستتصرف الحكومة، من سيدير هذه الأزمة، وين الأمور ذاهبة؟ اليوم نحن بأزمة تكوين حكومة، بأزمات دستورية حول التصرف الدستوري حاليا، في مشاكل عديدة للغاية المسؤولين اللبنانيين حطوا حالهم فيه، يعني أنا بعتبرهم مسؤولين الجمهورية الثانية جمهورية الطائفة إذا يعني وأنا وغيري اللي انتقدنا اتفاق الطائفة أنا انتقدته بشدة لأنه حتى صياغته من مظبوطة صحيح، قلنا هيدا رح يجيب البلاء على البلد، صعب كثير. بعدين صار في نحن سكتنا او اذا بدك الطبقه الحاكمه اللبنانيه والفئات الاجتماعيه الراقيه وقت ما عملنا مذبحه تراثيه بوسط بيروت وعملنا شركه سوليدار، استولينا على املاك وارزاق الناس
وعطيناهم فتات، عطيناهم سهم. أنا قلت انتهى لبنان خلاص. طيب دكتور أرم، سأسألك سؤال أكثر واقعية. إذا أنت اليوم وزير مالية بهذه الأزمة، بهذا الظرف، بكل ما وصل إليه لبنان من انهيار، ماذا كنت ستفعل؟ شو الخطوات اللي بتقوم فيها؟ لا الحمد لله أنا خلاص لست بالسن صير وزير مالية. بس ما نحن بحاجة لا عندي رغبة يكون وزير مالية. أنا عم بفترض أنه أنت بوقت أزمة أنت وزير مالية راهنا، شو لازم تعمل؟ لا بس نحن عندنا مشكلة أنه المسؤولين هون ما بيستشيروا أو بيستشيروا. أنا عم بستشيرك هلأ، أنا مواطنة لبنانية أنا عم حاورك، عم بستشيرك يعني عم بطلب منك أن تضع نفسك في موقع المسؤولية مع كل هذا الانهيار الحاصل. برأيك ما هو يعني أول خطوة إنقاذية يجب أن تحدث أن يقوم بها وزير المالية؟ الخطة الإنقاذية أن البلد يرجع للإنتاج. بس هي بدها وقت. لا ما بدها وقت. بدها تعطيني خطة إنقاذية سريعة. ليش بدها وقت؟ ليش بدها وقت؟ ترجع المصانع دول. ايه؟ عندنا قدرات زراعية هائلة وغير مستغلة. نرجع نفلح الأرض وعندنا ما شاء الله يد عاملة سورية رخيصة. ما في شيء. سأناقشك بهذا الموضوع بعد قليل. وموضوع الحكومة لأنك تطرقت إليه، بدي أسألك ما هي الحكومة الأمثل راهنا في لبنان، ونتحدث عن الخيارات والبدائل الاقتصادية وكيف يجب أن يكون الموديل اللبناني أو النموذج اللبناني في المرحلة المقبلة على المستوى الاقتصادي. مشاهدينا فاصل قصير ونعود بعده لنتابع المشهدية خاص مع الوزير السابق دكتور جورج أرم. مشاهدينا اهلا بكم من جديد الى المشهديه خاص ليله مع دكتور جورج أرم وزير الماليه اللبناني السابق، ونتحدث طبعا عن لبنان. وصلنا الان لنتحدث عن الحكومه، هذا هو المشهد الثاني. دكتور أرم، برايك اليوم لبنان بحاجه الى حكومه ماذا؟ ما هويتها؟ تكنوقراط كما يطالب البعض، تكنو سياسية يعني مطعمة بالوجوه السياسية، بحاجة إلى قوة دفع سياسية من البرلمان، حكومة لا أدري لون واحد ربما. عندي كمان سجال ما له فايدة ما له طعمة. لا بس ما في شيء اسمه تكنوقراط. أنت ضد التكنوقراط؟ لا يعني. مش ضد التكنوقراط، بس وراء كل تكنوقراط في رجل سياسي بحط اسمه، فبيصير هو مرتبط برجل سياسي، بيكون واجهة لرجل سياسي. ما بتعني شيء قصة حكومة تكنوقراط. وفي ناس كثير عملوا الملاحظة انه بالحكومة الحالية في ناس تكنوقراطيين يعني بيعرفوا شغلتهم. اذا شو المطلوب الان؟ اي حكومة اذا مش تكنوقراط، تكنو سياسية لازم يكون فيها سياسيين. أنا بنظري حتى الحراك كله يعطي نتيجة لازم تأتي وجوه جديدة من خارج النادي الطائفي اللبناني، تأتي حكومة بشخصيات ما بتتأثر بانتمائهم الطائفي ولا عندهم علاقات طائفية ولا عقليتهم طائفية. يعني كما كنت أنت في الحكومة، حكومة خبراء دكتور؟ لا بس كمان نحن كنا بنتصرف بطريقه سياسيه ايضا يعني. ايه يعني كان عندنا مواقف سياسيه ايضا. طب فسر لنا شو ما في شيء اسمه تكنوقراط من الجهه السياسيه. في شغله المشاهد او المواطن العادي ما عم يفهمها، شو يعني تكنوقراط بالمفهوم اللبناني؟ تكنوقراط وغير تكنوقراط، انت كيف بتعرف عنه؟ هيدي نوع من الهروب انه اخي هيدا منه طائفي. بس غلط. بس مش قصه منه طائفي، قصه لا ينتمي الى احزاب، هي هي. او لا لانه يعني هو يكون خبير في الوزاره التي يستلمها. طب ولا ينتمي الى حزب. الوزير جبك تكنوقراطي بس بس هو من حصه حزب الله بس في الحكومه. يعني هيدا هي الحكومه التي تعتبر انها تنجح، يعني بيكون في شخصيات ليست محزبة إنما تعينها الأحزاب.
ايه بس يعني ما اي نحن الدوله الوحيده اللي غير عن الدوله كلها. ما في عاده يعني تصوري بفرنسا وبانجلترا بيقولوا لك بنجيب تكنوقراط يعني ما طب نحن بتضحكوا علينا. في طرف لا يريد تشكيل حكومه متخلفين لهالدرجه يعني عقليا. في طرف لا يريد تشكيل حكومه يبدو هيك. مين؟ او بأخره أو بأخرة يعني الرئيس سعد الحريري هو الذي يقوم بذلك. لا تعلي لا تعلي. طب اليوم إذا أردنا حكومة إنقاذية في لبنان، الوضع السيء الاقتصادي على المستوى الرئيسي الاقتصادي والمالي، الرئيس سعد الحريري كرئيس للحكومة يصلح لهذه المهمة؟ إذا الرئيس ما تعطينا جواب دبلوماسي. لا ما بعطيك جواب دبلوماسي. إذا الرئيس الحريري بيطمن ما بعد الدول الخليجية الدول الغربية الكبرى. ممتاز ممتاز. هون السؤال، الحكومة التي ستأتي يجب أن تلحظ هذا العامل الأساسي، يعني تطمين الخارج الدول الغربية الدول الخليجية دكتور أرم، أم لا هذا العامل ربما هو أساسي لنعبر إلى الدولة الجديدة دولة البعض الطائف؟ هيدا السؤال بدي أسألك. يعني عندك طريقين، أو بتسلك الطريق التقليدي أو بتخلي مفاعيل الانتفاضة الشعبية تأخذ مداها وبيتعين وزراء. صار عندنا طريقين، إذا أخذنا الطريق الذي يلحظ الموديل القديم أو النموذج القديم، طمأنت الدول الغربية أموال الدين يعني من سادر وغيرها، البنك الدولي أموال أيضا سادر دخيلة ما بدنا أموال سادر. لا نعم أنت هيدا استدانة جديدة وتبذير جديد. ما هيدا اللي عم قلك، يعني إحنا على هذا الطريق يعني على نفس النهج نفس الأسلوب. كارثة. هيدا كارثة أو هيدا حاجة كارثي. الآن لا. لماذا؟ لأن هذا الانهيار حاصل، وكما يقول مثلا طرف حزب الله فرضنا أن هذا الانهيار يجب أن يتحمل مسؤوليته الفريق الذي أدى إليه، يعني فريق الحريرية السياسية، يعني يجب أن يكون في الحكم ليتحمل مسؤوليته. ما رأيك بهذا الخيار؟ لا بس اليوم عندك كمان يعني من للحزب العوني، في حزب طويل عريض كمان يعني بيتحمل مسؤولية. ف أنا بنظري رح نرجع بالأسلوب التقليدي هيك شايف إنه يعني هذا المسار غير صحيح برأيك، صحيح؟ لا يجب أن يتم السير بهذا المسار. يعني إذا مسار تنروح على السادر وتنعمل استدانة جديدة ونفتح ورش جديدة. بتعرفي لبنان، بتعرفي قديش مساحة لبنان؟ 10,000 كيلومتر مربع. 452 تنكون دقيقين. بتعرفي قديش بعد الحرب 75-90 شركة بيكتل قدرت تكاليف الإعمار؟ مليارين دولار. قديه صرنا دافعين؟ شو لا اجى الرئيس الحريري حط على جنب، قال 18 مليار دولار. نحن الشغله اللي بتكلف 100 مليون بنعملها مليارين. لكن نحن بحاجه الى تغيير نهج حكومي. دكتور أرم، افهم منك ان من خدم هذا النهج طيلة هذه السنوات لا يجب ان يبقى في الحكم. أكيد بدك نهج حيث أنه يعني حكومة اللون الواحد، ما في خيار ثاني. ليش إذا لون واحد هن ناس أكفاء وأمينين ما حابين يعبوا جيوبه؟ طب نحن يعني لبنان قادر على أن يذهب على هذا الخيار الآن مع ما يعنيه من أثمان على مستوى عقوبات أمريكية، مزيد من الانهيار على المستوى المالي المصرفي، يعني في ثمن كبير بده يندفع. دكتور أرم، شوفي لبنان قادر على أن يدفع هذا الثمن؟ لا بس خليني أقول لك شغلة، يعني بالمشاهدة السياسة الأمريكية خصوصا مع ترامب هلا مركزين علينا، بجوز بكرة تجيهم شي أزمة بغير محل ببطلوا يهتموا فينا، ببطلوا. أمتى بكرة يعني؟
ما هيدي البكرة طيب بس غير مضمونة. لا بس ساعتها بنرجع للأزمة على صعيد المنطقة. هون عنا حزب عم بيدافع عن حدود لبنان، عن سيادة لبنان، متهم انه ارهابي، والحركات الارهابية بالنسبة مثلا لسوريا كانت حركات لتحرير سوريا، ما هن بيقلبوا كمان الوقائع. صحيح. وبيعملوا غسيل دماغ. ما من هنا السؤال، الان بما ان لبنان على مفترق طرق، إذا اتخذ الخيار كما قال السيد نصر الله، وربما هو روج لهذا الخيار في خطابه الأخير، خيار الانفتاح شرقا، إعادة كما قلت أنت تفعيل الإنتاج، تفعيل الصناعة، زراعة قطاعات الإنتاجية في البلد، هيدي أولوية في مرحلة انتقالية. هذه المرحلة الانتقالية ماذا سيحدث؟ يعني ماذا يمكن أن تفعل الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني في خيارات سيئة قد تتخذ كما يقول الخبراء، خيارات على المستوى المالي كما حصل في سوريا، كما حصل في إيران. هذه العقوبات التي تفرض، يعني إلى أي مدى ممكن أن تبلغ من السوء برأيك؟ يعني لما بصير الدولار كما يحكى 6000 ليرة مثلا، إذا رجعنا خروجنا من نظام السويفت، هي عم بعطيك سيناريوهات سيئة جدا. إذا رجعنا لعالم الإنتاج فورا، في امكانيه للرجوع الى عالم الانتاج فورا؟ إيه؟ يعني قد بياخذ وقت؟ ما بياخذ وقت. ليش؟ مصانع موجوده، إيه؟ زراعتنا موجوده، ما بتاخذ اي وقت. يعني تؤمن بان لبنان يجب ان يذهب الى خيار، يعني عفوا على التعبير، بس هذا خيار يعني يستعمل في الدول التي تعرضت للعقوبات الامريكيه، اقتصاد المقاومه، اقتصاد الاكتفاء الذاتي كما قال الرئيس في خطابه بالأمس، خطاب الاستقلال. هيدا معطى جديد لأنه لهلا ما كان عندنا هالوضع. بس ايه اكيد. طب والرئيس عون بضل بيذكر انه بدنا نطلع من الحاله الريعيه ونروح لحاله الانتاج كمان، هو عم بيركز عليها. طب البعد النفطي والغاز والموارد التي وجدت في البحر اللبناني، إلى أي مدى هذا البعد هو خلفية لهذه الأزمة دكتور؟ للموقف الأمريكي، للأزمة الحكومية أيضا الدفع بها نحو مزيد من التأزيم، هذا البعد هام راهنا. بس نحن بنعرف الخبير البترول العالمي أستاذ نيكولا ساركيس حلل كل الثغرات اللي بالقانون، وعرفنا انه في شركات تألفت برأس مال 1500 دولار تطلع بالشركات المختارة حتى تعمل تنقيب عن النفط، فهي كمان بدنا هيئة تراقب. يعني انت تتحدث ببعد داخلي، بس بالبعد الخارجي لمسألة النفط خصوصا بظل الصراع مع اسرائيل دكتور ارم، يعني هذا عامل هام برأيك يعزز قوى الفساد؟ الداخلية؟ إذا النظام فاسد بده يضل أكيد الفساد رح يتوغل بالقطاع النفطي. بعدين أنا ما فهمت ليش بلشنا بالبلوك اللي على حدود مع الكيان الصهيوني، ليش ما بلشنا بالبلوكات الثانية؟ بلش بالبلوك رقم 4 ورقم 9 خوفا من أن تسرق إسرائيل هذا النفط. هذا ما يحكى. هذا ما يحكى. أنت شو كيف تقرأ هذه المسألة؟ أكيد بيكون في صراع يعني، بس على كل حال يعني في أيضا نفط مثل ما عم بسمع أنا، وربما في غاز على الأراضي اللبنانية. لا خلاص ما تقلنا. خلينا بالمي، أنا بالمي مش مخلصين. لا أنا ما عم بفهم ليش ما بلشنا بالأرض. في نفط صخري يعني من زمان. من زمان، من زمان يقال من السبعينات حتى. من السبعينات صار في تنقيب وكشف عن ذلك. ما بلشنا فيه.
طب على المستوى الاستراتيجي أكثر بالنسبة للاقتصاد، الانفتاح شرقا مجدي للبنان، يعني دخول الصين، دخول روسيا طبعاً. افتتاح أسواق طبعاً. شرقية، بس نحن حكوماتنا ما عم تاخذ الاتجاه، يبدو أنه في فيتو أمريكي بالموضوع. برأيك إذا اتخذ لبنان هذا الخيار سيكون أفضل من البقاء مع الخيار الأمريكي؟ يعني إحنا حكما سيكون خسارة، يعني خسارة للأسواق الغربية، لا أدري إذا كان هذا الأمر صحيح، بس الأسواق الشرقية أصبحت مفيدة أكثر اليوم مع تعاظم قوة الصين الاقتصادية والتجارية دكتور أورام. أنا ما عندي شك، ما عندي شك. هلا بتسمعي كمان كثير كلام ضد الصين وطريقة تعاملها، بس أنا تصوري إنه هيدا كلام غربي عم بيجرب يسيء لسمعة الصين. اليوم البلد اللي ما بيتعامل مع الصين شواذ، يعني الاقتصاد الصيني على قدم المساواة بالحجم مع الاقتصاد الأمريكي، ما عم بفهم كيف. حتى بالنسبة للسلاح، وروسيا ايضا عندها امكانيات، بس نحن بنعرف، ما لازم ننسى انه بحرب النفط مشاكل سوريا بدات بقصه انبوب الغاز اللي كان بدها قطر تمرق بالاراضي السوريه، هاي اللي عملت المشكله. وسوريا رفضت لأنه يبدو روسيا ما كانت رح رجعك على نظرية المؤامرة. يقال أنه اليوم أيضا كل ما يحدث في الشارع اللبناني في بخلفيته هذه المسألة، ترسيم الحدود مع إسرائيل، مسألة النفط، عدم وجود شركات أمريكية تنقب عن النفط في لبنان، والأحجام أو المواد التي قد تكتشف في المياه اللبنانية أكبر من المتوقع. نحن عندنا مشكلة كتير كبيرة عويصة ثقافية الطابع في جزء من اللبنانيين، لسوء الحظ لهلا مع كل شيء عملته إسرائيل باللبنان منا مقتنعة أنه إسرائيل عدو كياني للبنان، وأنه في كتبت بإسرائيل أنه كل محاولات زعزعة استقرار لبنان، حتى سيناريو جيش لبنان الجنوبي مكتوب عند الإسرائيليين. بس عندك فئة من اللبنانيين منهم وعيانين، في فئة من اللبنانيين بالعكس بيقولوا نحن بدنا نعمل مثل إسرائيل، هيدي مصيبة. طيب بلد وطن في هيك خلاف على مين صديقنا ومين عدونا، هي أكبر مشكلة بلبنان، أكبر مشكلة موجودة بلبنان. هيدي التي تمنع لبنان من أن يتطور اقتصاديا أيضا دكتور. إلى أيضا عواقب اقتصادية يعني. أكيد إذا مش متفقين مين عدونا ومين صديقنا. برأيك بعد كل هذه الأزمة سيستمر التنقيب على النفط والغاز؟ لأنه عمليا يعني المواد أصبحت جاهزة للقيام بذلك، بدأت التجهيزات. هذا الأمر سيدفع لبنان إلى مزيد من التعقيدات السياسية والمالية أم لا؟ قد يكون مصدر رخاء وبحبوحة وتغير في الحالة اللبنانية. حسب، إذا ما صار في تطهير التصرفات تبع السياسيين بلبنان بالنسبة لنهب المال العام، إذا ما غيرنا أكيد الاستفادة رح تكون كتير قليلة. طب دكتور أورام، نركز هيك الخلاصة معك، أنت باعتقادك يجب أن يكون هناك حكومة يترأسها شخص ذو نهج مختلف عن النهج السابق، هيدا الذي ينقذ لبنان؟ هذا تمني. طب الآن الأساس في مسألة استفادة النفطية هو في أن يكون كل المسار من دون فساد، صحيح؟ يعني يتم إنشاء المجلس الصندوق السيادي للنفط والغاز بس من دون فساد، ويكون في شفافية عالية، هذا الذي ينقذ البلد. طبعا على المستوى المالي أنت بتقلي بس نعطي شوية أمل للناس، صحيح؟
والله ما في امل. لا في امل، في امل. يعني العنصر الشاب اللي نزل انا يعني معجب فيه. هلا في نظريه انه هيدي مؤامره، انا قلت لك ما في، على كل حال مؤامره بتمشي اذا ما في وضعيه على الارض بتسمع. عندك امل بالشباب اللبناني الذي نزل الى الطرقات الى الشوارع، تحدث عن الدوله المدنيه، تحدث عن مفاهيم راقيه جدا؟ انا وقت ما بسمعهم، وقت ما بسمعهم صار اعجوبه، صارت اعجوبه. وهيدي الانقاذ لبنان، هيدا الطريق. بس يجب ان كمان الناس اللي مش بهالخط يكون عندهم شويه ثقه فيهم. واحد هلا هيدي رساله مهمه، هيدي رساله مهمه. لماذا لا يتغير حاكم مصرف لبنان مع كل المطالبه الشعبيه بتغييره؟ لماذا لا يتغير برايك؟ لماذا لا يتخذ قرار بتغيير حاكم مصرف لبنان؟ ما تنسي انه حاكم مصرف لبنان مسؤول عن لجنه مكافحه تبييض الاموال. نعم، عنده هالدور من زمان. ف وبتصور طبعا الدولة الأمريكية عندها ثقة فيه كتير كبيرة، فلا سبب ما عم بيتغير. وبعدين ما في حكومة لبنانية بتساعد أنه تغيره. في شخصية تعتقد أنها ممكن أن تكون في هذا الموقع وبيكون عملها ممتاز؟ في شخصية ما بدي سمي طبعا. لا بدك تسمي، بدك في يعني في شيء بدك تسميه؟ لا لا ما فيني سميه. لا لا تهربت من كثير اسئلة. لا ما تهربت، بس يعني ما في شك، ما في شك انه مثلا وزير الاقتصاد عنده اطلاع كبير كمان بكل هالامور. وزير الاقتصاد منصور بتيش يعني تحدث عن كثير من البدائل الاقتصادية خلال هذه الأزمة. أعجبتك رؤيته؟ نعم ممتاز. شكرا جزيلا لك دكتور جورج إرم وزير المال اللبناني السابق على انضمامك لنا في المشهدية خاص. مشاهدينا شكرا لكم لمتابعة هذه الحلقة من المشهدية خاص. إلى اللقاء.